السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا كلكم بخير. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله. فيديو جديد مع روتين جديد. هذا الروتين هذا في طنجة عند خالتي. غيبان لكم الفرق في التصوير والفرق في الإضاءة وسطح العمل حتى هو. مهم البنات خليكم معايا، غادي نشارك معكم شحال من حاجة في هذا النهار من الصباح حتى العشية، وغادي ندوركم معايا واحد دويرة خفيفة ظريفة في مدينة طنجة. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الروتين الجديد. كنتمنى ان شاء الله الا عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك وبتعاليق زويونين، والا ما كنتوش مشتركين في القناة تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. المهم البنات بدينا بهاد البغريرات اللي ما شهيتكم فيهم من ايد خالتي الله يعطيها الصحه. كدير بغرير زوين، عرفتوا داك البغرير رقيق كتاكلي وحده ما كدير لك والو بحال ما كليتي حتى حاجه. المهم البنات نسيت ما قلتش لكم هاد النهار نهار الجمعه، صافي خالتي تكلفات بكسكسو بالغداء واحد العصريه كسكسو صافي، وحنايا كنشقاو في الدار انا وبنت خالتي وماما كل واحد شنو كيدير والدراري وراكم عارفين. المهم اجواء زوينه صافي. هنايا كنت درت ليها الفوره الثانيه، هذه انا اللي درتها لها، هي مشات تحطي شي اغراض برا صافي. ودابا غادي نشارك معكم واحد الكاب كيك اللي زوين بزاف. كاب كيك كنتمنى ان شاء الله تجربوه غادي يعجبكم بزاف، عرفتوا كيجي بنين بنين البنات. مهم هنايا عندي ثلاثه البيضات، بالنسبه لهذيك الكسرونه اللي دايره لتحت فيها الماء سخون حيت البيض خرجته من الثلاجه نسيت ما طلعتوش بكري، فمن دائما ان يكون عندكم البيض بارد ديروا واحد الكسرونه فيها الماء سخون تحت من تحت البول اللي غديروا فيه غطربوا فيه البيض باش يطلع لكم مزيان صافي. درت هنايا كاس ديال السكر سنيده وواحد ساشي ديال الفاني صافي. غادي نطلع البيض مزيان حتى كيولي بحال هكذا، داكشي باش قلت لكم ضروري ديروا الماء سخون الا كنتو البيض ما مطلعينوش بكري من الثلاجه الا كان البيض بارد صافي. هنايا زدت واحد الكاس ما عامرش بزاف ديال الحليب، ربع كاس ديال الزيت، تقدروا تعوضوا ربع كاس ديال الزيت بربع كاس ديال الزبده مذوبه صافي. وهنايا بديت كنزيد في الكاكاو المر، غادي ندير معلقه كبيره، درت معلقه كبيره صافي وكتغربلوه بطبيعه الحال. والفورس عندي راه غربلته حتى هو، غادي نبدا نضيف الفورس حتى هو شويه بشويه. هنايا حيدت الطراب الكهربائي صافي ما غاديش نستعمله، غنبقى نخلط غير بلا سباتول صافي. هنايا بديت كنخلط دائما من الفوق حتى لتحت، من الفوق لتحت باش هذاك البيض ما يبقى زعما يبقى طالع صافي. هنايا زدت جوج كيسان ونص حتى لثلاثه الكيسان ديال الدقيق صافي. وهنايا جوج خمارات اللي زدت، تقدروا تضيفوا حتى معلقه ديال الخل راه نسيتها صافي. وهنايا بنت خالتي ايا كتقطع في التمر غادي نديرهم بالتمر وبالكركاع من الفوق، تقدروا تخلطوهم معاهم كيجيب صراحه التمر كيجيبهم، انا راه كنت باغي نخلطهم بالتمر ساعه نسيته ولكن درتهم من الفوق، يعني تقدروا تخلطوا معاهم التمر والكركاع صافي. هنايا بدينا كنعمروا في لي كاب كيك بهذه الطريقه، دائما كتعمروا الكاب كيك ولكن كتفوتوا النص غير بشويه باش ما يفيضوش في الفران صافي. وهنايا بديت كندير في التمر والكركاع من الفوق صافي. البنات هنايا درتهم في الفران يطيبوا، وفي هذا الوقت اللي كانوا كيطيبوا فيه مشينا نتغداو واحد العصريه الكسكسو ما نعاودش لكم تبارك الله عليك نبيله، عرفتوا بنينه ما نعاودش لكم ما خليناش فيها صافي البنات تغدينا وسالينا وداكشي وصافي. لي كاب كيك كانوا واجدين كيف ما كتشوفوا معايا، شوفوا معايا كيف جاو، راه طيبتهم في الفران ديال الغاز، طيبتهم غير الفوق راكم عارفين معهما بالكاكاو، يعني ما شعلتش ليهم ما هبطتهمش لتحت باش يتحمروا، ديجا محمرين وكلشي صافي. وفي هذا الوقت هذا مشيت باش نوجد العشاء. هنايا غادي نوجد الخضره ديال البيتزا، غادي نصايب بيتزا غادي نوجد ليها غير داكشي ديالها كامل وغادي نخليه محطوط حيت تابعنا واحد الخرجه غادي نخرجوا حتى نرجعوا ان شاء الله عاد نكملها نعجن العجينه ديالها. هنايا درت دنجاله، غندير جوج بيتزات كبار دنجاله اللي نقيتها وقطعتها بهذه الطريقه هذه رقيقه
صافي. وواحد عندي تما شي جوج كورجيتات حتى هما قطعتهم بنفس الطريقه رقاقين صافي. كل شيء غادي نقليه. قليت هنايا هذيك الكورجيت، كندير فيها شويه ديال الملحه وشويه ديال الزعتر. الدنجال حتى هو راكم عارفين الدنجال هنايا راه غادي يشرب هذاك الزيت كامل اللي كاين تما، وغادي نخليه يطيب فيه حتى كيطيب عاد كنعصرو، كنعصر منه كاع دوك الزيوت اللي شرب. صافي. وهنايا الفلفله حتى هي غادي نشحرها في الزيت. صافي وجدت كل شيء. وهنايا غادي نوجد حتى لاصوص طوماط. لاصوص طوماط غادي ندير فيها شويه ديال الملحه، شويه ديال السكر، غير قبيصه ديال السكر، شويه ديال البزار، وشويه ديال الزعتر، وزيت الزيتون. صافي. وكنديرهم فوق النار غير يغليو شويه يعني باش تجانس هذوك العناصر كاملين. صافي. وكنطفيو عليهم. صافي. هنايا كيف ما قلت لكم وجدت كل شيء ديال البيتزا، كيف ما كتشوفوا معايا لاصوص. قلت لكم غندير جوجات، واحده بالطون والشامبينيون وواحده بالخضره. صافي. وفي هاد الاثناء غطيت كل شيء هاد الشيء، وغادي نمشي ندوركم معايا واحد الدويره خفيفه ظريفه في مدينه طنجه. كيف ما كتشوفوا معايا الجو زوين بزاف واخا بارد صراحه برد الحال. صافي الصراحه توحشنا البرد واخا هكداك. Thank you.
صافي البنات رجعنا، واول حاجه بديت بها هي العجينه ديال البيتزا. درت فيها غير الفورص، شويه ديال الملحه، شويه ديال السكر، الزعتر، وشويه ديال زيت الزيتون. غادي نخليها، خليتها كتخمر، ومشيت باش كنصايب واحد لاصوب اللي جات واعره زوينه بزاف. درت فيها بطاطا تقريبا شي جوج حبات، وثلاثه ديال الخيزوات، ودرت فيها شي ربعه الفتات تقريبا، وبصله، وواحد الطماطم مطيشه واحده صافي. ودرت فيها حتى الشوفلور، جوج حبات، جوج طروفا ديال الشوفلور، ولا شي ثلاثه تقريبا صافي. بالنسبه للطريقه، دائما البنات لي سوب الا بغيتوهم يجيوكم زوينين وبنان، دائما صوطيوهم في زيت العود، ديروا التوابل، ديروا هذاك الملحه والبزار صافي، وسميتو وزيت العود، وصوطيوهم فوق النار حتى كتحسوا بهذيك هذيك الخضره شربات هذيك الملحه وداك البزار وداك الشيء، بدات كتبال غير شويه ماشي بزاف، يعني ماشي حتى كطيب صافي. وكتضيفوا الماء، كتعمروهم بالماء وتخليوها طيب. شوفوا معايا العجينه هنايا راه وجدات، غادي ندير بيتزا طوالين ماشي دايرين، بحال الشكل ديال البيتزا التركيه. كتجي الصراحه زوينه، وكتجي حتى في التقطيعه ساهله في التقطيعه. صافي كيف ما كتشوفوا معايا، هذاك اللي تما راه غير الزعتر تكب فوق العجينه صافي. وغادي نبدا نعمر في البيتزا ديالي. بيتزا وكنحمح على شي حاجه سميتها الزعتر البنات. صافي هنايا شاد دخلتهم في الفران. البيتزا دائما كتبغي الفران يكون سخون وطيب على الجهد ديالها، على الجهد ديالو صافي. قطعتهم، شوفوا معايا شحال جاو زوينين، عرفتي كيشهي والله صافي. وهنايا لاصوب وجدات كيف ما كتشوفوا معايا، حتى هي جات بنينه، جربوها البنات وردوا عليا، كتجي بنينه هاد لاصوب، سورتو هذاك الشوفلور اللي ما كيبغيش الشوفلور، ما كي الشوفلور ما كيجيش المذاق ديالو كاع بالمره فيها، بالعكس هو كيعطي واحد البنه في شكل صافي. البنات كان هذا هو الفيديو ديالي، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم، وكنتمنى ان شاء الله يكون كان خفيف على قلوبكم، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.